نعم زوار مساء الجهة الكرام، حضرنا لدورة عادية لمجلس عمالة السفارات شركة مرة في دورة تيوليوز الأسابيع القليلة الماضية في جلستها الثانية، من بين النقاط التي كان من المنتظر أن يتدارسها السادة الأعضاء وهي اتفاقية شراكة لتأهيل أو للمساهمة في تأهيل مدينة عين عودة. كانت مساهمة مجلس العمالة تقدر بحوالي 1,200,000,000. مجموع اتفاقية الشراكة تتحدث عن ما يقارب 100 مليار. نعم معنا السي محمد بحيحي عضو مجلس العمالة رئيس لجنة بمجلس العمالة، سيقرضنا أكثر من هذه الاتفاقية. نعم عن فحوى هذه الاتفاقية لتأهيل عين عودة. شكرا مساء الجهة على الاهتمام ديال بالأمور المتعلقة بالشأن المحلي في الإقليم ككل. فعلا كانت الاتفاقية الإطار اللي كتهم برنامج التنمية الحضرية لمدينة عين العودة كانت موضوع ديال النقاش وموضوع ديال الصوت في الجلسة الثانية لدورة يونيو 2018 في مجلس عمالة السفارات تما، وكانت طرحات لنا كلجنة وناقشناها وتداولناها بشكل مستفيض. وهذه الاتفاقيه تهم مدينه عين عوده فقط، يعني تخص مدينه عين عوده، وكان من بين الاهداف ديالها تعزيز وتقويه البنيه التحتيه والشبكه الطرقيه واللوجستيكيه، تسهيل ولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعيه للقرى، حمايه وتاهيل النسيج العمراني، المحافظه على المساحات الخضراء والمحيط البيئي للمدينه، تطوير الحركه الاقتصاديه والتجاريه وحده مناطق صناعيه وخدماتيه، صيانه وتثمين التراث الثقافي وتعزيز الشان الديني. هادو الاهداف. المكونات ديالها كانت كتنقسم لعده مجالات. في مجال تعزيز البنية وتعزيز وتقوية البنية التحتية والشبكة الطرقية واللوجستيكية، كاين واحد المجموعة ديال الأمور اللي غادا تطرح في هاد الاتفاقية في الإطار تهيئة منفذ المدينة الرابط بين جماعتي عين عودة والجوزان، يعني الطريقة الوطنية اللي ولات 25، الطريقة الوطنية رقم 25 اللي كانت أصلا طريق جهوية 401، الآن أصبحت طريق وطنية 25. تهيئة منفذ المدينة الرابط بين جماعة عين عودة وسيدي يحيى، يعني الطريق الرابط ما بين عين عودة وسيدي يحيى 4036 طريق إقليمية، وتهيئة المنفذ الرابط بين جماعة عين عودة وأم عزة طريق إقليمية 4025، تهيئة شارع محمد السادس ككل واحد الجزء منه راه بدا يعني راه كانت صوتات عليه المجلس الجماعي ديال عين عودة وراه غادي الشغل فيه، وواحد الجزء اخر غادي يتم في اطار الاتفاقيه تهيئه الطريق الاقليميه رقم 4034 وتهيئه شارع عكراش وبناء محطه طرقيه لمدينه عين عبد الله بالنسبه لتقويه البنيه التحتيه. اما بالنسبه لتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعيه للقرب، كان القطاعات كان قطاع الصحه بريفي. دابا هذا الشيء كامل اللي تنقولوا هذه الاتفاقيه هذه، يعني من المنتظر ان هذا الشيء يطرا يوقع الى جميع المتدخلين اللي غادي نعاودو نذكروه بلي مونطون ديالهم، الى جميع المتدخلين ساهموا بناء 5 مراكز صحيه الصحه حضريه، مراكز حضريه للصحه، اعاده بناء وتجهيز المركز الصحي لداء السل اللي كينفع كراش، كان سابقا مستوصف حيت دابا غادي يرفعوه خاص لداء السل فقط. قطاع التربيه والتعليم والتكوين المهني، كاين بناء 7 مدارس ابتدائيه و4 اعداديات و3 ثانويات يتزاد، بمعنى ان بريفي انه يتزاد. بناء وتهيئه مركز للتكوين المهني، قطاع الشباب والرياضه، بناء وتجهيز قاعه محطات، بناء وتجهيز نادي لكره المضرب، بناء وتجهيز دار الشباب، بناء وتجهيز نادي نسوي، بناء وتجهيز 12
ملعب للقرى. بالنسبة لقطاع الأمن، بناء ثلاث مراكز للشرطة، حنا مسرعات حتى شي واحد هذا دابا بعيد هذا وخيبي أن يتكلم ثلاثة مرات، هو هذا سو سون دي بريفيزيون توقعات ويعني إلى 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 دازت هذه الاتفاقية وكل المتدخلين عطاو يعني الالتزامات المالية ديالهم ونفذت هذه المشاريع. المراكز الاجتماعية بناء وتجهيز مركز استقبال الأطفال المتخلى عنهم، مشاريع اجتماعية كاين بناء وتهيئة مقبرة، بناء وتجهيز مقر الجامعة، تأهيل المدرسة. غير على سبيل الذكر المقبرة بين عودة، الآن الوعاء العقاري ديال المقبرة راه تقريبا شبه أنه ستسفي ما بقاش فيه ساتور. حماية وتأهيل النسيج العمراني كاين واحد المجموعة ديال الأحياء السكنية اللي خصها التأهيل الحراري بلا ما نذكرو المحافظة على المساحات الخضراء، يعني تطوير الحركية الاقتصادية والتجارية هنايا ينتظر أن يكون واحد قطب صناعي مندمج بين العودة على مساحات تقدر 40 هكتار اللي يقدر يحل هذاك المشكل ديال أن الناس اللي غادي يجيو، ونتمناو أنه يكون في صالح المدينة وأن أن أن فعلا تبدا فيه مشاريع اللي غادا تستوعب وغادا تقدر أنها تحل مشكل البطالة والشباب وتخدم الشباب على مستوى مدينة عين عودة. صيانة وتثمين التراث الثقافي لمدينة عين عودة، واحد المجموعة ديال القطاعات، القطاع الثقافي والقطاع والتراث والمحافظة على التراث، غادي يقيس يشملها هاد الاتفاقية. ندوز دابا باش نعرفوا الكلفة المالية الإجمالية وكل حاجة شنو غادا تاخد، كل مجال شنو غادي ياخد. هي الكلفة الإجمالية للمشروع كامل هي 995.5 مليون ديال الدرهم، يعني حوالي 99 مليار ونص سنتيم، يعني تقريبا 100 مليار سنتيم اللي غادا توزع بالشكل التالي. بالنسبة لتعزيز مسؤولية البنية التحتية اللي ذكرنا قبيلة والشبكة الطرقية واللوجستيكية غادا تاخد 481 مليون درهم، يعني تقريبا نصف المبلغ غادي يكون لهاد العملية هادي 48 مليار وشي 180. بالنسبة لتحسين الولوج للخدمات الاجتماعية للفرد غادي ياخد 270 مليون ديال الدرهم، يعني 27 مليار سنتيم. حماية وتأهيل النسيج العمراني 40 مليون ديال الدرهم، المحافظة على المساحات الخضراء والمحيط البيئي للمدينة 60 مليون ديال الدرهم، تطوير الحركة الاقتصادية والتجارية وخلق مناطق صناعية غياخد 109.5 مليون ديال الدرهم. صيانة وتثمين التراث الثقافي وتعزيز الشأن الديني غادي ياخد 35 مليون ديال الدرهم، أي ما مجموعه 995.5 مليون ديال الدرهم، تقريبا 100 مليون مليار ديال الصرف. عندنا هنايا هاد الجدولة هادي اللي كتشوفوا هنايا، هادي جدولة ديال المتدخلين، هادي جدولة ديال المتدخلين اللي غادي يتدخلوا في هاد العملية هادي، اللي فيها وزارة التجهيز غادا تعطي تقريبا واحد 104 ديال 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 المليون ديال الدرهم، 104 ديال المليون ديال الدرهم من أجل تدخل في مجال تعزيز وتقوية البنية التحتية. وزارة التربية الوطنية غتعطي 32 مليون ديال الدرهم، وزارة الصحة 9 مليون ديال الدرهم، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة غتعطي 40 مليون ديال الدرهم مرتين، يعني المجموع هو 80 مليون ديال الدرهم، حيت هي غادا تدخل في تقوية البنية التحتية وتدخل في حماية وتأهيل النسيج العمراني. وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة غتعطي 50 مليون ديال الدرهم، غتدخل في تطوير الحركة الاقتصادية والتجارية. وزارة الثقافة والإبتسام من منتظر أنها 50 مليون ديال الدرهم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 30 مليون ديال الدرهم، وزارة الداخلية 206 مليون ديال الدرهم و 120 مليون ديال الدرهم، يعني ما مجموعه 226 مليون ديال الدرهم، وزارة الشباب والرياضة 30 مليون ديال الدرهم، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية 5 مليون ديال الدرهم، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 8 مليون ديال الدرهم، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 10 مليون ديال الدرهم، شركة التهيئة العمران غتعطي 18 مليون ديال الدرهم في تقوية وتعزيز البنية التحتية، وغتعطي 42
مليون ديال الدرهم ديال تطوير الحركه الاقتصاديه، يعني مجموعه 60 مليون ديال الدرهم. شركه الرباط الجهه تعطي 126 مليون ديال الدرهم. مجلس زياده الرباط سلا القنيطره يعطي 52 مليون ديال الدرهم في تقويه البنيه التحتيه والشبكه الضروريه، زائد 8 مليون ديال الدرهم تطوير الحركه الاقتصاديه والتجاريه والصناعيه، اي مجموعه 58 مليون ديال الدرهم اللي غادي يعطيهم مجلس جهه سلا الرباط القنيطره. مجلس العماله الذي انتمي اليه غد يعني كعضو المجلس هذا غادي يعطي 12 مليون ديال الدرهم اللي غادي تمشي لتحسين الوجوه للخدمات والتجهيزات الاجتماعيه للقرى. مجلس جامعه عين العوده يفترض انه يعطي 63 مليون ديال الدرهم زائد 18 زائد 60 زائد 9.5، اي مجموع 150.5 مليون ديال الدرهم. المجموع ديال هاد المتدخلين كاملين هو 995.5 مليون ديال الدرهم، يعني 100 مليار تقريبا. نعم، اذا انتم سي محيحي مع هذه الاتفاقيه؟ نعم، رغم انه مجلس العمل اجل دراستها لدوره لاحقه. لا، اجل دراستها دابا مجلس العمل اجل دراستها، لان حيت كنجيو نشوفوا جميع المتدخلين حاطين لهم فين غادي يدخلوا وفين غادي، حيت كاين واحد الجدول اخر جميع المتدخلين عطاوهم فين غادي يدخلوا، يعني المشاريع اللي غادي ساهموا فيها. الا مجلس العمل ما كانش شي حاجه اللي هي واضحه، عرفت واش حيت المونطون ماشي شي كبير بزاف، ولكن حنا عندنا التزامات اخرى خصنا نشوفوا بعدا، حيت فاش تلتزم بواحد الاتفاقيه خص يكون عندك منين غادي تخرج دوك الفلوس، خاص غير نعرفوا منين غادي نخرجوا دوك الفلوس. حنا انا يعني كعضو ديال مجلس العمل ولا الاعضاء اللي كاينين في مجلس العمل كلهم مع الاتفاقيه، لان غادي هذه الاتفاقيه بغض النظر على البلاصه اللي غادي تدار فيها في الاقليم غادي تحل لنا واحد المشكل في الاقليم ونشوفوا عاوتاني الاقاليم الاخرى، حيت حنا مجلس عمل وبالتالي عندنا المشاريع ديالنا خاصها تكون تهم العماله كامله او المحليه ديال العماله كامله الاقليم كامل، وبالتالي يكون التوزيع العادل. وهذا الشيء هذا كامل حنا راه مع الاتفاقيات اللي كيكونوا بحال هكا مندمجه ومع الاتفاقيات اللي كتمشي تطوير اي حاجه كاينه في الاقليم، العماله على مستوى الاقليم تطور شي محليه من المحل تحب معاها ماشي تمشي للدار، غير يكون عندنا الموارد باش نديروها باش نقدروا اننا نوفيو بالوعود ديالنا للحكومه فقط. إذن شكرا.